6/7/2020 نهار جديد عم نبدأ معكم مشاهدينا. صباح الخير لكم وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر شاشة سما الفضائية. بهالنهار وبهالتاريخ اللي بديت فيه بالذات انضمت لنا زميلة جديدة بكادر صباح الخير على قناة سما، زميلتنا آية الدمشقية اللي كانت معروفة معنا بصوتها وبتقاريرها الممتازة جدا، وهي اليوم عم تكون بأول ظهور على الهواء المباشر معنا. صباح الخير آية، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير ورد، شكرا كثير، يسعد صباحكم مشاهدينا. صباح الخير لكل حدا عم يتابعنا بهاليوم الجديد. طبعا بداية سعيدة جدا بانضمامي لكادر قناة سما وتحديدا لفريق صباح الخير يلي صار لي معه حوالي 9 شهور بالعمل الميداني والتقارير يلي كنتوا عم تسمعوا صوتي فيها اليوم، يعني صوت وصورة، فان شاء الله يا رب هيك بنكون ضيوف خفاف عليكم بكل نهار. يسعد صباحكم جميعا معنا جديد. اهلا وسهلا فيك مره جديده يا آية، وان شاء الله يا رب بدايه موفقه بمشوارك المهني. وبتتذكري مثل ما قلت لك هالنهار بكره وبتقولي انه فعلا العمل الميداني شيء والعمل على الهواء المباشر شيء ثاني، وحضرتك ايضا طالبه كليه اعلام أكيد. لذلك بتعرفي 100% شو عم نقصد. على كل حال يا رب تكون بدايات سعيده للجميع بهالنهار. اكيد اذا كانت بداياتنا مع اكلات الشيف حسن ابو السرور واللي هي مميزه وبنكهات لطيفه ومحبوبه على معدتنا خلينا نقول، فهي اكيد بدايات سعيده. شيف صباح الخير. يسعد صباحك ورد. شو محضر لليوم؟ خبرنا. اليوم عندنا اكله شاميه قديمه هي كوسه مكمور، تمام؟ اليوم حنتعلم كوسه مغمور. تمام، مغمور بشو؟ مكمور او مغمور؟ مكمور مكمور بيقولوا مكمور او مغمور؟ مكمور مكمور. اوكي، في 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 مسافه بيناتنا فعم تجي على الجوع الكلمه بمعنى مختلف. رح انضم لك بعد شوي يا شيف لحتى نشوف كيف بدنا نبدا. شكرا. مشاهدينا، بمحوط كل حدا فينا عدد كبير من الأشخاص، منهم الودود، منهم اللطيف الهادئ، ومنهم العصبي اللي بيتوتر على طول ويلي بيحكي كتير، وصفات عديدة. ولكن من أكثر الأشخاص اللي منلاقي صعوبة بالتعامل معهم هن الفضوليين أو الحشريين يلي بيتدخلوا بشي بيعنيهم وشي ما بيعنيهم وبيطفلوا علينا وممكن يسببوا لنا إحراج بالكثير من المواقف. صحيح يا ورد، هاشتاجنا لليوم منها عنا نحكي كثير عن هدول الأشخاص وكيف ممكن نحط لهم حدود. على صفحة صباح الخير على فيسبوك طرحنا سؤال بيقول كيف نحد من تدخل الفضوليين بحياتنا؟ نبرة الصوت، الوضوح معه انه ما له علاقة بخصوصياتنا، وايضا يعني في اساليب تانية خبرونا اياها الناس لما سألتهم كاميرا صباح الخير عن هالموضوع. كيف بتحط حدود للآخرين؟ للآخرين اولا ما بحب المواني كثير، يعني دائما انا اقول مزاح كثير عندي له ضوابط، يعني بالمزح المزح بتروح الهيبه، فانا دائما بعمل ضوابط للاخرين انه انا لا بمزح معهم كثير، لا بسمح لهم يتبادوا معي بالمزح، وعلاقاتي يعني دائما تقريبا رسميه، ما بخليهم كثير يتدخلوا بخصوصياتي وانا ما بتدخل بخصوصياتهم، يعني الحشريه والفضول ما كثير بحبهم. بالاختصار ما بسمح لهم لا يحكوا لا ياخذوا لا يعطوا معي، خلص في حدود وقف عندها. هلا انا يعني بشكل مباشر بوضح للطرف الثاني مثلا اذا كان في مشكله مباشره بيني وبينه انه يعني بكون صريح بصراحه انه يعني يوقف، هي حدودك، هذا بيتي، هي مثلا مسؤوليتي، انا ممكن مثلا يعني هاجم بصراحه اذا حدا تدخل بخصوصياتي، بقطع يعني بحط حد من بدايه القصه. في ناس اذا هن ما عندهم ذوق ولباقه ما فيك تحطي لهم اي حد، بس بشكل عام كل شيء بالتفاهم بيصير، يعني بتفهميهم بطريقه معينه انه انا عم اتضايق من حديثكم او هذا الحديث مو هيك لازم يصير، لازم يصير هيك بطريقه غير مباشره. حسب تعاملهم بحط لهم حدود، حسب الشخص شو هو بقيمه وبحط له حدود. الخصوصيات ما لحد، خلص الخصوصيات خصوصيات، ما بسمح لهم نهائيا يقربوا عليها ولا باي شكل من الاشكال. هلا حسب كل حدا واسلوبه بقى، يعني كل حدا في اسلوب معين الواحد بيتبعه مع الناس، ممكن بس انه هيك يكون طريقه لذيذه مؤدبه ما تجرحه كمان بالحكي بس هيك.
يعني ورد مثل ما لاحظنا بتختلف، كل واحد هو حسب طبيعته وشخصيته كيف ممكن يتعامل مع الأشخاص الفضوليين. بس بتعرف مين أكثر شيء بيتعذب؟ هن الناس الخجولين يمكن. تماما. يعني اللي بيخجلوا بيبلشوا شوي إنه ما فيهم يعبروا، إنه معلش أنا متضايق. شو ما سألتيهم بيجاوبوكي، يعني شو ما استنطقتيهم بيردوا علينا. هلا أنا بلاقي إنه الفضوليين التعامل معهم لازم يكون حازم. ما دخلك مو باللفظ، أنا ممكن أقولها، ممكن أقولها بالتعامل وبالتصرفات. يعني أنا صحيح. مجرد ما يدق لي حدا فضولي ممكن ما رد عليه، أو إذا كان موجود بقعدة أنا اضطريت انوجد فيها، فكمان برسم خطوط حمراء لخصوصياتي بحياتي. صحيح. ومع الوقت لحاله بيصير بيعرف إنه هذا الزلمة ما بيحب الناس الفضوليين. إذا كان بيقدر يعرف إنه هو ما لازم يتدخل. على كل حال، إحنا رح نكمل مع مشاهدينا بهذا الاستطلاع، إن كان عبر الفيسبوك وإن كان مثل ما شفنا بتقارير على أرض الواقع. ولكن غير إنه لازم نحط حدود للأشخاص لحتى ما يتدخلوا بحياتنا، كمان لازم قدر الإمكان إذا قدرنا طبعاً يكون مسافة مكانية بيننا وبين الناس، خاصة لتأمين التباعد المكاني حتى نحمي حالنا من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، خصوصاً لما ننزل على السوق أو ننزل نقضي غرض نحن بحاجة له. صحيح ورد، بالفعل لازم نكون بأقصى درجات الحيطة والحذر، وخاصة بهذا الوقت، وقت لما بننزل نتسوق ما نلمس إلا الأشياء اللي نحن فعلا حابين إنه نشتريها، بالإضافة لمجموعة قواعد تانية. التسوق بزمن الكورونا صار له شروط وقواعد، فالدخول للمتاجر والأسواق وسط زحمة الناس بيلزموا أخذ الوقاية اللازمة لحتى نحمي حالنا واللي حوالينا من خطر الإصابة بفيروس كورونا. لهيك رح نقدم لكم مجموعة من النصائح لنرجع من رحلة التسوق بسلام وأمان. أول شيء، من الأسلم إنه نقلل الخروج للتسوق لمرة بالأسبوع أو تكون خارج أوقات الذروة، مثل ساعات الصباح الباكرة لحتى نتجنب الاختلاط بالآخرين. لما ندخل المتجر نحاول قدر الإمكان أنه نحافظ على مسافة متر للمترين بيننا وبين المتسوقين الآخرين والعاملين بالمتجر وبطابور دفع الحساب. ارتداء الكمامات لدور الفعال بالحد من نقل العدوى بالفيروس بين الأشخاص داخل المتجر. مسح عربة التسوق بمنديل معقم لوجود فرص لانتقال الفيروس عن طريق الأسطح، وكمان وضع الموبايل والمفاتيح بالجيبة ونحاول ما نطلعهم طوال فترة تواجدنا بالمتجر. نتجنب لمس الأشياء اللي ما بتلزمنا داخل المتجر لتقليل فرص الإصابة الممكنة، لهيك ما نلمس إلا السلعة اللي قررنا نشتريها، وبيساعدنا على هالشي تحديد قائمة طلباتنا قبل الخروج للتسوق. أخيراً، تعقيم اليدين قبل ما ندفع الحساب وبعدها لحتى نتجنب نقل العدوى عن طريق النقود، وهيك منكون عملنا يلي علينا من وقاية واحترازات لما ننزل نتسوق لحتى نحمي حالنا ويلي منحبهم. لكل شيف طريقة خاصة بتحضير أطباقه، إضافات ولمسات بتميزه بعالم الطبخ. وصار وقت نعرف كيف الشيف حسن راح يحضر مكمور الكوسة. كيفك مع الطبخ؟ أنا أوكي، بدنا نبلش من أولها هيك يعني. طيب هلأ، والله صفر، بس أنا يعني عندي أمل على هيك يلا على يوم يد بعد الشيف يوم. حسن يعني يمشي الوضع، نشوف طبخاتك ووصفاتك ونشوف تستاتك على وصفات. الطبخ كمان رح نضم للشيف لنبلش فورا. صباح الخير يا شيف. صباح النور. كيفك شيف؟ يا هلا. اليوم الأكلة لذيذة جدا كعادة كل يوم، شو محضرين؟ نحن اليوم عم نساوي كوسة مكمور. أوكي. مامية أكلة شامية قديمة، إلا شوية شغل خاص. تمام، رح نشوف المقادير بداية، نستعرضهم وبعدين نحكي شو الفرق بين الكوسة العادي والكوسة المكمور. تمام، هلا نحن في عنا أول شيء كوس كيلو ونص كوسة محفور، هلا اضطريت بلش أول شيء فيه للقلي لأنه بياكل وقت. تمام، بدنا نقلي الكوسة. تمام، عنا سمنة، هي بتستخدم فيها السمنة وبكترة شوي. عنا بصلة ناعمة، عنا لحمة مفرومة مقليين نحن قليناها خلصناها، وعنا عصفر، عنا بهار، عنا ملح، عنا فلفل أسود، وأكيد عنا كاستين رز مصري للحشي منقوع. أوكي. مغسول ومنقوع.
مكونات تقريبا تشبه مكونات موجوده بكل بيت تقريبا. ما تماماً. في شيء غريب لحد تمام. الان تمام. وفي عندنا بقدونس مفروم، هي بيميز هي الاكله بالبقدونس المفروم فيها. وبالنسبه للصلصه تبعها هنستخدم بصل جناحات وربي بندوره ومي، واحتمال نستخدم بندوره مقطعه عشان تعطي كثافه للصلصه، عشان تعطي سماكه للصلصه في حال ست البيت حبت انه تزيد من الكثافه. طيب تماماً. هي لازم تكون شوي كثيفه هي الصلصه تبعها، ما لها مرقه يعني. أوكي. مو مرقه، لازم تكون صلصه كثيفه شوي. تمام. حكينا انه هي الاكله من المطبخ الدمشقي القديم. تمام. يمكن تنوجد بغير محافظات سوريه ب مسميات تانية، ولكن تمام. من المكونات أكيد مشاهدينا عرفوا عن شو عم نحكي نحن لليوم. أكيد. شو بيفرق المكمور عن غير المكمور يعني؟ هلأ المكمور مثل ما قلنا أول شيء قلنا أنه نحن هي صلصتها لازم تكون كثيفة، غير هيك اللي يميزها هو البقدونس. تمام. والسمنة الزيادة اللي فيها. تمام. هلأ السمنة الزيادة مصيبة هي. لا هي مشكلة. مشكلة لأنه صحياً ممكن يستبدلوها بشيء تاني مثلاً. لا هي أكلة حصراً بالسمنة. طيب خلينا نبلش أول الخطوات. شو هنبلش؟ هلأ نحن قلينا الكوسة هون، عم نقلي الكوسة، حفرناها طبعاً وعم نقليها بس لتاخد لون شوي. أوكي. هلأ نحن هنبلش بالقلي. طبعاً الكوسة نحن عم نجيبها بحجم وسط. تمام. حجمها وسط، ما حجمها مو كبير، ويستحسن تكون مايلة للصغر نوعاً ما شوي، بس هدول شوي كانوا كبار. اوكي. هلا بنحط سمنه. بنغسل الكوسه اكيد. اكيد طبعا. بدنا قبل ما نقلي نقشره ولا لا؟ لا 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 ما في داعي. لا ما في داعي. هلا مجرد نحن انه بس بنحفره ونقلي بس، ونغسله طبعا اكيد اول شيء اجباري هي. تمام. فاذا الكوسه عم ينقلها وبلشنا بالسمنه بالمقلايه لشو؟ تمام. نحن هلا عشان نقلي البصله. اوكي. الناعمه. تقريبا بكل الاكلات السوريه البصل والثوم شيء اساسي جدا. تمام. بس هي الاكله ما فيها ثوم. هي الاكله ما فيها ثوم. هلا عم تنقلها بس لتحمى شوي الطنجره، تاخذ شويه حماوه. تمام. شايف نحن بنحط ممكن البصل مع السمنه على البارد وبيدوبوا مع بعضهم. تمام. ولا بنحمي السمنه بعدين بننزل البصل؟ لا ما في مشكله اطلاقا. نفس النتيجه. نفس النتيجه. اوكي. بالنسبه لهالاكله ما في مشكله اطلاقا، نفس النتيجه. طبعا لما يكون في حدا بيعرف يطبخ وحدا ما كثير بيعرف يطبخ تكثر الاسئله بقى. اكيد بتصير الاسئله كثيره لحتى نستثمر الخبره اللي بيتمتع فيها الشيف الموجود معنا. هلا هون بس عم استنى شوي صغيره بس تقلايه البصله. بيقولوا ستات البيوت الشاميات الاصليات اللي الله يسلم دياتهم انه كل ما تقلى الثوم والبصل، اليوم ما في معنا ثوم، كل ما تقلوا بهداوه وبزكاوة وحطت ست البيت نفسها الحلو أو الشيف اللي عم يطبخ فالأكلة بتطلع مظبوطة وزاكية. تماماً تماماً. هلأ الكوسة بلش يجهز عنا. ما بياكل وقت كثير. لا ما بياكل وقت، بس شيء انه ياخذ لون عشان نضل نحافظ على لونه. تمام. الحلو ما هو اصلا لانه مفرغ من الداخل. تمام. فبينقلى بسرعه. تمام. وما بدنا اياه ياخذ لون غامق بالزيت، نحن مجرد انه ياخذ شيء انه لون يبين اللون الاخضر تبعه اكثر. تمام. وقت القلي. حلوة كثير الطبخة اليوم ومكوناتها مثل ما قلت بالبداية متوافرة بكل بيت سوري تقريبا. طيب شيف في شيء مكمور الباذنجان؟ هلا في اكلات نفس الطريقة أكلات تقريبا، بس ما هدول مو اكلات شامية بتعتبر. تمام. نحن هلا هون انه نوعا اليوم اكلتنا من المطبخ الشامي. تماما. بكره بنرضي كل المحافظات، كل يوم بننوع من المطبخ الحموي، الحمصي، الحلبي، اللادقاني، فمحافظاتنا السوريه كل وحده منا عندها مطبخ ومتميزه باكلاتها جدا طيبه. طيب تغير لون البصله نوعا ما، بلشت تصير على ذهبي اكثر. تمام. نحن هلا بدنا نضيف اللحمه. تمام. ذكرنا انه اللحمه مقلايه من قبل. تمام. نحن قليناها من قبل مشان ناخذ نكسب شويه وقت بما انه نحن على الهواء، لانه هي لازم تتقلى راسها مباشره مع البصله. ما هو هون السر، انا برجع باكد عليه، بيقولوا لنا انه الطبخه معكم على الهواء المباشر بساعه بتخلص وبتكون طبخه كثير كبيره. تمام. انا بقول انه الشيف بيكون الله يعطيه العافيه محضر من قبل الهواء المباشر. تمام. مقسم المقادير، مقطع كل شيء بده تقطيع، غاسل الخضره، ناقع الرز غاسله، مقلي اللحمه، هدول القصص اللي بتاكل وقت مع ست البيت. طبعا. هلا بنحط لها نحن شويه ملح. اوكي. والبهار عنا البهار الاسود، بهار سبع بهارات. سبع بهارات بنقله ببعض المناطق. في عندنا شوية فلفل أسود. يا
يا سلام الريحة صارت بتجنن. هو بس ضفنا البهارات لقصة تبدأ بتعطي بقى زكاوتة وبتنشر الريحة بكل مكان. أكيد. شايف معنا بصل كتير. هلا هاي الأكلة بتحتاج بصل جناحات كتير. هلا بشوف هو التأكيد. غير البصل اللي عم نقليه. تماماً. أوكي. تماماً. هلا بدنا نضيف الرز. كمان مثل ما ذكر الشيف بأول مرة إنه مغسول ومنقوع ومنشف. تمام. هذا الرز خصوصي للحشي بيجي. بيستوى أسرع من الرز الطويل. تمام. غير الرز المائدة. تماماً. بس بينطبخ على المائدة الأكل. إيه أكيد الأصيل. أكيد أكيد. بس بيطلع يعني حبته قصيرة ما حبته واقفة و. هو بالحشي ما بينتبهوا أفراد الأسرة إنه على نوعية الرز أكثر من طعمته وطعمته أكيد بتكون طيبة. ستات البيوت أكيد بينتبهوا للقصص هاي. إيه. دائما. ونحط لنا شوية عصفر. هلأ أتأكدت 100% إنه الأكلة شامية. لأنه العصفر فقط بدمشق بيستخدموه أو بريف دمشق. باقي المحافظات أنا ما شفت مكون العصفر موجود بأي أكلة. فينا نستغني عنه اليوم؟ لا هاي أكلة أساسية. دايماً دايماً في عصفر ده بيعطي طعم غير النكهة. طبعاً طبعاً غير طبعاً. اللون قصدي. طبعاً أكيد له طعم مميز العصفر وبيعطي لون زيادة بيلون الرز من جوا. نحن بدنا يكون مشان الرز يطلع من جوات الكوسايل ما يلا صفار. تماماً ما يطلع لونه أبيض. تمام. يعني لو تحط البندوره مثلا مع الصوص البندوره وتزق سمت الكوسايه بيطلع جواتها ابيض ما بيطلع منظرها كثير محبب. يعني الحشوه هلا عم تصير تتقلى مع تمام. الرز مع اللحمه البصل العصفر البهارات اللي حطينا لها اياها. نحن الرز ما بدنا كثير نقليه على النار مجرد انه ياخذ حماوه ويمتزج النكهات يسحب يتشرب النكهات كلها الموجوده. تماما. فإذا الخطوات هي كانت كالتالي: الكوسة محفورة والشيف حسن قلاها، هلا هي بالمصفاية عم تتصفى. تمام. صرنا حطينا السمنة هلا بنضيف مع البصل. تمام. مع اللحمة مع الرز مع البهارات كلها وعم يضيف البقدونس حاليا. بنضيف البقدونس، هي المميز بهي الأكلة هو البقدونس. بالتقلاية لازم نقليه مع الحشوة شوي صغيرة بس. شيف نحن بنبدأ بالأكثر وقتا للاستواء. تمام. وبعدين بالأقل وقتاً حتى كل يستوي مع بعضه 100% ويكون نحنا ما في شيء احترق على حساب شيء لسه ما استوى. تمام. هلأ نضيف كمان شوية بقدونس. هلأ نحنا تقريباً هيك الحشوة جاهزة. أوكي. شو الخطوة اللي بعد اللي حتكون؟ الخطوة اللي بعد منا نحنا بدنا نحشي الكوسة. نحنا هون قلينا الكوسة بس عم نستناها لتبرد شوي وتصفى. أوكي. المهم عم بدنا نحشي الكوسة بعدين نطبق الصلصة مع بعض. اختار واحد من اثنين كوسة أو باذنجان. لا كوسة. مثلي من فريقي انت. فإذا الكوسة. هو بس ما بصير الشيف يحكي انه شو. ما بصير يقول مثل بس عم تسأل حدا مدرب كرة قدم برشلونة ولا ريال مدريد ما لازم يقول. تمام. لازم يضل حيادي قدام الجمهور. على كل حال ان كان كوسه ولا باذنجان ولا شو ما كان كله رح نجربه من تحت ايديك يا شيف ورح ارجع انضم لك مره ثانيه لنشوف الخطوات اللاحقه بطبختنا اللي جدا شهيه لليوم. رح ارجع انضم لآية ونحكي عن شيء كمان مميز جدا بعالم الطب. يعني الطب بتطور دائم وهذا الشيء بنحمد ربنا عليه لانه الشغلات اللي كانت مستحيله بالاوقات الماضيه صارت ممكنه وسهله اليوم. أكيد وردنا نحكي أكيد ننتقل لفقرتنا الطبية ونحكي عن فقدان الأسنان يلي يعتبر من المشاكل الخطيرة يلي بتواجه كتار. فخلع الأسنان أو نقصها بيترتب عليه قصور بوظيفة الفم وعدم قدرته على أداء مهامه. عملية زراعة الأسنان إجت كحل لجميع مشاكل الأسنان وتعويض عما تم فقده. آخر ما توصل له العلم بهالموضوع ومين المرضى اللي لازم ما يلجأوا لزراعة الأسنان كل هالتفاصيل رح نحكيها أكيد مع الدكتور رامي حسن عز الاختصاصي بتجميل وزراعة الأسنان. دكتور رامي صباح الخير. صباح الورد. صباح الخير لك دكتور. أهلا وسهلا فيك. مثل ما ذكرت أنا بالبداية أنه فعلا موضوع التعويض من الفاقد السني بالفك هو شيء كان يعني مستحيل أو يستعيضوا عنه بجسور أو بشغلات يمكن مؤقتة، ولكن زرع الأسنان عمل ثورة بعالم طب الأسنان. شو يعني بالبداية زرعة أسنان؟ احكي لنا عنها تقنيا، من شو بتتألف؟ تمام. أول شيء نحن زراعة الأسنان هي عبارة عن تعويض للفقد السني. الفقد السني بتأثيراته على الجزئين، جزء الوظيفي طبعاً من النطق
ومضغ الطعام وتأثيره على المضغ وعلى الإحساس بالتذوق، بالإضافة للجزء الجمالي. هلق زراعة أسنان اجت حل لتعويض هاي الأسنان المفقودة، طبعا هي بتكنيك بسيط عبارة عن وضع غرسة سنية أو برغي، نبسط الموضوع للمشاهدين، مكان جذر السن، وبعدين بعد فترة معينة نحن بننتظر لحتى شفاء العظم على هاي الزرعة منركب التاج أو التلبيسة باللغة العامية اللي هي السن، الشكل التجميلي اللي بيقوم بالوظيفة. دكتور إمتى منقول خلاص لازم يصير مع هاي الحالة زرع أسنان، ما عندنا حل تاني؟ يعني دائما الناس بتلجأ للحلول البديلة خلينا نقول على زراعة الأسنان، بس شو هي الحالات اللي لا ما فينا نستغني أبدا عن موضوع زراعة الأسنان تمام. فيها؟ هلأ إجا زراعة الأسنان هو كثورة مثل ما تفضل لتعويض الأسنان المفقودة، نحن هي الحل الأولي اللي مندور عليه دائما. أي مريض عنده فقد بالأسنان ندرس نحن الحالة بالصور الشعاعية وبالفحص السريري، هل إمكانية وضع الغرسة السنية أو زرع الأسنان؟ هون نحن لازم ننتبه لقصص معينة، بداية هي الوضع، المنطقة اللي مفقود فيها الأسنان من الوضع العظمي ووضع اللثة، بالإضافة للمريض أنه لازم نشيك نحن تاريخه الطبي والأمراض العامة. بعد ما نعمل كنترول على هذه القصص كلياتها فبتجي زراعة الأسنان هي الحل الأمثل. في حالات معينة لأسباب مادية أو أسباب مثلاً من صعوبة طبية لوضع الغرسات السنية، بنروح على المعالجات المحافظة الثانية اللي هي ممكن نقول التركيبات الثابتة أو المتحركة. تمام، هون نحن رح نحكي فيها مفصلاً خلال فقرتنا مع حضرتك. قبل ما ندخل بالحالات اللي ممنوع تعمل عمليات زرع أسنان، أو خليني أقول لازم يكون في بروتوكولات علاجية معينة لنقدر نوصل لمرحلة زرع الأسنان لها. كيف بتتم آلية زرع الأسنان؟ قديش بتاخد وقت؟ فينا نزرع أكثر من سن بنفس الوقت؟ تمام، هلأ بداية كل حالة هي كيس بحد ذاتها بدها دراسة. بشكل عام عدد الغرسات السنية هو ما هو مشكل بحد ذاتها لطبيعة زراعة الأسنان. إحنا فينا نعمل عدة زرعات سنية بجلسة واحدة، مرتبط الموضوع بطريقة وضع الزرعات. هلأ صار في تقنيات حديثة بدون جراحة، وبالتالي بتساعد المريض وبتخفف بتساعد الطبيب وبتخفف على المريض طبعا انزعاجه بالعمل الجراحي. عملية وضع الغرسة السنية هي إذا تمت بأيدي خبيرة وأخصائية هي عبارة عن عملية بسيطة وما بدها وقت كتير كبير. الزرعة السنية بتتراوح من 5 دقائق لعشر دقائق وضع كل غرسة. طبعا نحن بندرس الحالة بناء على صور شعاعية وعلى الوضع السريري للمريض. كتير هام مثل ما تفضلت وضع الكنترول الأمراض بشكل عام عند المريض. بعد ما دراسة الحالة بشكل عام بتم عملية أو إجراء زراعة. أوكي، قبل ما نروح نحكي يعني بالتفصيل عن الأمراض العامة أو الأمراض اللي ممنوع إنه الواحد يعمل فيها زراعة أسنان، خلينا نحكي على شروط نجاح عملية زراعة الأسنان. هل في شروط معينة لحتى نضمن نجاح هاي العملية؟ تمام، هلأ بداية لازم يتوجه المريض للطبيب الأخصائي بزراعة الأسنان ليقوم بالتقييم الحقيقي للمنطقة لنقدر نحط وضع الزرعة السنية. طبعا هون لازم يكون في دراسة شعاعية، برجع بعيد، دراسة شعاعية شغلة كتير أساسية لنقيم وضع العظم ووضع اللثة المغطية للعظم. نحن ما ننسى عم نحط بظروف أو بمكان فقد هذا الأسنان، لما عم تنفقد الأسنان عم يتم امتصاص للعظم وذوبان للثة المغطية له، فلازم تكون المنطقة مهيئة من كمية ونوعية لنقدر تستقبل هالزرعة السنية. إذا تمت ضمن هاي الشروط بشروط عقامة طبعاً وبأيدي خبيرة فنجاح الزرعة السنية اليوم نسبته كتير عالية. تمام، قديش بتاخد وقت التعشيق بالعظم؟ يعني كنا ناخذ 3 شهور احيانا تمام. احيانا 4 شهور، يعني المريض يمضى عليه فتره زمنيه طويله ليقدر يحط التاج صحيح. على الزرعه اليوم قديش بالتقنيات الحديثه؟ هلا اول شيء الموضوع مرتبط بعوامل كثيره، وضع المريض، وضع العظم، وطريقه وضع الزرعه، وحتى نوع سطح الزرعه. الزرعات اليوم معالجه ومصنعه بطرق معينه عم بتساعد هالعظم لانه يندمج او يشفى على الزرعه بطرق اسرع. اليوم في حالات كثير عم نعملها تحميل فوري بنفس اليوم، عم نحط الزرعه وبيطلع المريض مركب السن النهائي. طبعا ممكن هذا السن يكون مؤقت لفتره معينه نرجع نبدله، بس خليني اقول هلا نحن بثوره الزراعه الفوريه. حتى هلا صار في طرق معينه انه نحن نقلع السن ونحط الزرعه مباشره وحتى نحط التركيب النهائي فوقها. فالمريض بيجي بجذور مثلا مهدمه بحاجه لازاله او لقلع بيطلع بزراعه اسنان مزروعه اسنان نظاميه. تماما، بدي احكي عن الشيء دكتور اللي هو اكثر جدلا خلينا نقول، دائما ما يقال بانه مرضى السكري ممنوع انه يعملوا عمليه زراعه اسنان وممكن تاثر بشكل سلبي على صحتهم، فشو مدى صحيه هذا الكلام؟ واذا بننتقل لنحكي نبدا بالامراض اللي ما بيفضل يعني انه المريض يعمل زراعه. هلا بدايه بدنا نقول انه مرضى السكري عندنا مشكلتين معهم بموضوع
موضوع زراعة الأسنان. رقم واحد هي فترة التئام الجرح أو شفاء الزرعة السنية. رقم اثنين هو بعد ما صار شفاء للزرعة السنية، يعني الزرعة مسكت جوا العظم، هو مؤهب بشكل أكبر من المرضى الطبيعيين بأنه يصير عنده التهابات باللسة. خلينا نتفق أنه مريض السكري إذا هو سكري مضبوط بغض النظر عن أنواع السكر، لأنه في أنواع للسكر، لكن إذا هالسكر مهما كان لكن مضبوط بقيم معينة طبعاً بالتنسيق مع الأخصائي الأمراض الداخلية، فنحن قادرين نعمله زراعة أسنان بشروط معينة بطرق معينة مع تغطية دوائية. تمام. شو ممكن يكون في سايد إفكتس على موضوع زرع الأسنان؟ شو الأخطاء اللي بيرتكبها المريض اللي عمل زرع أسنان وبتؤدي لمضاعفات سلبية تضطرنا أحياناً إنه هالزرعة تسقط أو حتى نحن نقتلعها؟ هلأ بدنا نقول أول شيء المضاعفات هي جزئين، في جزء بسبب الطبيب، أداء خطأ، تشخيص خطأ وعمل خطأ. إذا بدنا نشيل هذا الجزء، فالجزء اللي بيترتب على المريض رقم واحد هو العناية الفموية، رقم اثنين هي المتابعة. الزراعة السنية ما فينا نقول أنا حطيت زرعة سنية ونسيتها، خلاص ما بيمشي الحال أبداً. أنت بس بعد ما نضع الزرعة السنية ويتم التركيب، في عناية فموية بيعلموا إياها الدكتور، وفي مراجعة دورية لمراقبة أي تغيرات بتصير حول الزرعة. الزرعة السنية هي إذا تمت بطرق صحيحة بتعيش فترة كتير منيحة، لكن هي مؤهبة بأي لحظة لأي مشكل مثل الأسنان البقية. فلذلك نحن لا نعتني فيها مثل الأسنان، لازم يكون في متابعة دورية بزيارات منظمة مع الدكتور على أساسها بيتم كشف أي مشكل من بدايتها وحلها. حلو. أوكي. دكتور، يعني ما في شك بأنه يمكن أي حدا بيفكر مجرد تفكير بزراعة الأسنان بيفكر بالدي بده يحط، لأنه طبعاً. يعني زراعة الأسنان من المتعارف عليه أنه هو مكلف جداً، الموضوع حيكون مصيبة. فدائماً الناس بتدور يمكن على البدائل، على بدائل تكون أوفر. صح. فإمتى نحن ممكن عن جد أو في بدائل فعلاً ممكن تكون أوفر وتعطي إلى حد ما يعني النتيجة مو نفسها حنقول بس قريبة شوي؟ هلا نحن بدنا ننتبه للكوست افكت. القصة صح انه زراعة الأسنان هي كتكلفة عالية بالمرحلة الأولى، لكن هي على الزمن الطويل هي أوفر، لأن نحن لما عملنا نحط زراعة الأسنان أول شيء عم نحافظ على البنية العظمية والشكل المضغي والوظيفي والشكل التجميلي، حتى عضلات الوجه ما بصيبها ترهلات. بالتالي زراعة الأسنان حافظت حتى على بنية الأسنان المجاورة، نحن ما حفينا الأسنان المجاورة. هلأ الطرق الثانية هي التركيبات الثابتة أو المتحركة. بالمرحلة الأولى هي تكلفة المادية أقل، لكن على الزمن تكلفة المادية حتطلع أكبر. دي أرجع عدة مرة. مو بس هيك، حتأذي الأسنان المجاورة وبالتالي فيها خسارة بضياع بنية سنية أو أسنان، بالإضافة لخسارة مصاري من جديد. صح. ختاماً دكتور، شو ممكن نعطي نصائح لكل الناس اللي عم تفكر تعمل عملية زرع أسنان، خاصة فيما يتعلق بالالتهاب تبع اللثة ما بعد عملية الزرع، لأنه بده يصير وذمة وبده يصير أشياء تانية مثل ما ذكرنا إذا ما انتبه الدكتور أو ما انتبه المريض؟ هلأ بداية زراعة الأسنان اليوم بطرق الحديثة الوزمة هي بأصغرها، فيفترض ما يكون في وزمة تذكر أبداً ولا حتى آلام تذكر. في أدوية معينة نحن بنعطيها أثناء عملية إجراء زراعة الأسنان، فالالتهاب اللثي بعد زراعة الأسنان يفترض ما يكون موجود أساساً. ونس في التهاب لثي لازم نرجع للسبب، شو اللي صار أو شو الدواء اللي ما التزم فيه المريض أو في إجراء معين لازم يقوم فيه المريض. برجع بعيد، المتابعة والتنسيق بين الفريق اللي هو الطبيب والمريض هو شيء أساسي بنجاح العملية. أكيد. ما ضل غير نتشكرك كثير ونتمنى الصحة والسلامة لكل حدا تابعنا بهالفقرة الطبية. دكتور أهلا وسهلا فيك، ومنرجع نشوفك إن شاء الله بأسابيع قادمة. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدين. شكرا لك دكتور. رح نكمل بطب الأسنان، وما في شك بأنه طب الأسنان علم واسع فيه الكثير من التفاصيل والتطورات، والأهم أنه مر بمراحل عديدة شكلت نقطة تحول بهالمهنة لحد ما وصلنا لوقت صارت فيه حلول لكل مشاكل الأسنان.
مرة جديدة يسعد صباحكم. مثل ما شفنا آراء كثيرة على موضوع حلقتنا من خلال الكومنتات يلي وصلت على الصفحة، أهم أنه ما لازم نتشارك مع الآخرين بخصوصياتنا ولازم يحترموا هذا الموضوع ونبتعد عن الأشخاص الفضوليين ونطنشهم قدر الإمكان. بالنهاية كل شخص له أسلوب تعامل مع الناس وبيعرف كيف يلاقي حل لهذا النوع من الأشخاص. فعلاً ورد، كل واحد عنده شغله، عنده حياته، عنده تفاصيله الخاصة يلي ما بيحب إنه يشاركهم مع حدا، ولكن في تفاصيل قابلة إنه نتشارك فيها مع الآخرين بسبب جماليتها والأهم نشر ثقافتها. اليوم بدنا نتعرف نحن وياكم على أسرار واحدة من الحرف الفنية اليدوية القديمة دمشقية الأصل يلي توارثها الفنانين عبر العصور وأبدعوا فيها لتعطي طابع الشرقي الأصيل. عم نحكي عن الفن العجمي يا آية، مهنة هي بتخضع لقانون سري ما بيعرفوا إلا يلي امتهنوا. اليوم رح تعرفنا آية وظيفتنا الفنانة التشكيلية عالية النعيمة أكثر على هالموضوع وعلى هالمهنة وكيف ممكن نضيف لمسات مميزة على القطع. ضيفتنا صارت جاهزة وآية رح تنضم لها فورا. تفضلي آية. عالية يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي معنا. يعني عنا كتير قصص بدنا نحكيها اليوم. أولا هو إنه حضرتك خريجة كلية فنون جميلة ومن بعدها انطلقتي يمكن بمسيرتك بالفن العجمي، خبرينا أكثر شو اللي دفعك أو ليش حبيتي تدخلي لهالمجال؟ هذا المجال أنا كنت شوفه بالبيوت الدمشقية القديمة. هلأ لما كنت أنا بعمر 12 سنة أخذونا رحلة على قصر العظم، فأنا كتير كنت مدهوشة قدام الزخارف وكمية الفن الموجودة بكل زاوية بهذا المكان. ومن هذاك الوقت أنا حملت هاي المحبة بنفسي وحاولت أني أبحث عن طريقة وأبحث عن هاي المهنة وشو موادها المستخدمة فيها، لحتى بيوم من الأيام أنا تعلمتها وكتير سعيدة بهالشيء. نحن عنا كتير قطاع يعني بدنا نحكي عنهم اليوم واحدة واحدة. أول شيء خبرينا على بين هدول كل القطع شو أقرب وحدة لقلبك أو اللي حنبلش نحكي عنها. هلأ أنا بحب هاي القطع اللي هي مأخوذة من شجر خام. أنا بقدر كيفها حسب التصميم اللي بدي إياه وحولها لقطعة فنية، ممكن تكون شمعدان، ممكن تكون مزهرية. بينضاف عليها شيء من النباتة اللي هي الأصل بفن العجمي. هاي النباتة هي مكونة من جبصين، غيره، مواد تانية لحتى تعطيني الإحساس النافر تمام ويتشكل مثل ما بدنا. وتأمين المواد سهل ولا صعب؟ يعني المواد اللي عم تتم استخدامها، خلينا نحكي على الخشب مثلا. هلأ الخشب الطبيعي غالبا بده بحث ويقوم على الصدفة، انه انا ممكن اشوف غصن مهمل بس هو بيوحي بفكرة معينة وانا اخده اشتغل عليه. اما القصص الثانية مثل الخشب اللي ممكن ينفذه النجار حسب التصميم فهذا متوفر دائما. الناس يمكن بيتخيلون انه الموضوع سهل، يعني بيشوفوها هيك سهل القصة، بلكي بنحكي اكثر على التفاصيل يعني خطوة بخطوة احنا شلون شو بنعمل لحتى نوصل لهذا الشكل. هلا نحن بدايه بدنا نبحث عن التصميم المناسب للقطعه اللي قدامنا. بعد ما نحن نفكر شو بدنا نعمل بيجي بقى مرحله التنفيذ، انه انا بدي اوصل الفكره للنجار ليقص القطعه بالقياس المناسب، يعمل فتحات لما تناسب الشمع او اشياء ثانيه، وشوي شوي نحن يعني بنتقدم بالعمل، بنضيف الماده النافره تنتهي القطعة. يعني الفن العجمي مع الوقت تطور، بداية يمكن كان كنا نبلش بموضوع الخشب، بعدين هلأ بننتقل لحتى نشوف انه نحن عم نقدر انه نطبقه على مواد اخرى ومختلفة. بركي بتخبرينا اكثر عن هذا الموضوع.
هلا هذا الفن كان غالبا موجود بالمجالس بالاسقف احيانا على المفروشات. طبعا هلا بالعصر الحديث نحن بحاجه لقطع سهله النقل وتتماشى مع مفروشاتنا الجديده. أوكي. فانا شوي عدلت بقصه الالوان بحيث تتماشى شوي مع الالوان العصريه. هلا هون ما في قطع ملونه، عندنا نحن هون هذا النمط يلي هو على لون الخشب الطبيعي. تمام. مع لون النباتي الطبيعي، فهو أوكي. بيوحي بهيك احساس التطعيم بالعظم او بالعاج، وبيعطي كمان تماشي مع الالوان السائده. تمام. في معنا شيء اليوم بدنا نبلش يمكن نشتغله طبعاً. هيك على الهواء وتشوفوا كيف يعني بيتم الموضوع بالتفصيل قدر المستطاع، بركي بنخبركم. خلينا نحكي شو حنستخدم وشو حنعمل اليوم. هلا هي القطعه هي صينيه خشب زان. بدايه هي بيعملها النجار بطريقه الخراطه لحتى تطلع يعني مستويه وفيها موديل شوي. بننفذ نحن التصميم اولا على ورق وبنحط الرسمه على المكان اللي انا بدي نفذه. وعندنا هي الخلطه يلي هي النباتي. طب بحال خربطتي او شيء مثلا هون نحن من قبل ما نوصل لهي المرحله نحن بنقدر نرجع نمحي بطريقه معينه ونرجع نعمل؟ هلا هون الصعوبه بهذا الخط، يعني هلا هو العجمي الطبيعي اللي نحن بنعرفه التقليدي يقوم على مساحات ملونه. فلما انت في غلط ممكن يتصلح، اما هون نحن الخشبه مجهزه بصبغه على لونها الطبيعي ومعزوله بطبقه سلر، وانا لازم نفذ الرسم بدقه بدون غلط لانه اي غلط رح يظهر. الموضوع دقيق تماما. قد ما حاولتي يمكن تظبطيها وانه ما يظهر الغلط. هلا هو هذا مع الخبره الانسان بيتوصل لمرحله انه خلص صارت الايد محترفه، حتى في قطع ممكن نفذها انا بدون ما يكون عندي الرسم موجود عليها. صحيح. يعني هيك من عقلي دغري. اوكي رح نبلش لكن. تمام. هلا هي الخلطه نحن حكينا انه هي مكونه من غره وجبصين ومواد ثانيه زنك وسبيداج بنسب معينه، فهي شوي قوامها لزج، وانا بقدر احطها بواسطه هي العوده الخشبيه وامشي فيها على الرسم المحطوط عندي. مدام شو كان اسمها هي الماده اللي عم تشتغلي فيها، الماده البيضاء؟ هي بسموها نباتة. نباتة؟ نباتة. نباتة. اوكي، من وين بنشوفها؟ وين بنلاقيها اذا حبوا؟ هلا هي لا بتتركب، يعني تركيب كل واحد بيشتغل بهي المهنه المفروض هو يركبها بنفسه. حلو، هي سر المهنه بقى هون. هلا سر المهنه ما عاد كثير سر، هلا كانت النسب شوي يعني ما تنعطى لحدا، بس مع الوقت لازم هذا السر انه ينكشف ونحن نحافظ على هي المهنه ونعلمها لاكبر قدر من الناس. هلا انا حاليا عامله ورشه عمل ودوره تدريبيه عم علم فيها صبايا لهي القصص. يعني حلو كثير. آيا سناولت ماج مكتوب عليه. انا سناولت، بدي اشوف، ما انا جاي اشوف. خلينا نحكي شوي مع الاستاذ محمد نشوف شو مكتوب على الماج، او تقري لنا انت آيا. هلا هذا المج هو منفذ بطريقه العجمي، هو مرسوم بس بطريقه ماء الذهب. تمام. عليه عباره ميل وحدف منديله كاتب على طرفه اجيله. الله الله الله، حلوه وامانه يا دنيا امانه. هلا كمان فينا نطبق هذا الاسلوب على الخشب، انه نعمل مية الذهب على الخشب مباشره. تمام. انا فكرت انه هي الماده نفسها، يعني قلت خبره نحن مالنا، فانا فكرت انه بدي اسالك انت على الماده اللي مستخدمتيها هون، هي شيء ثاني. هي لا، هي مية الذهب. هلا نحن فينا بعد ما نعمل هي المرحله انه يلي بيحب انه حتى الماده النافره نعملها ذهبي يعني. وحتى على الخزف نحن فينا نحط هي الماده. تمام. وكمان نلونها بالالوان المطلوبه. يعني هلا نحن بعد ما لونا هي مثلا صارت لونها هيك ابيض، نحن فينا نعمل لون ثاني، نضيف فينا نضيف الوان ثانيه. اوكي جميل. يعني فينا نحط الالوان المتعارف عليها احمر او حسب رغبه. تمام. صاحب القطعه، وفينا نعملها ذهبيه. اوكي. هلا نحن مثل ما شايفين تنفيذ الرسمه كثير بيكون بدقه وبرويه، لانه اي نقطه زياده انا صعب اني اشيلها جد. الموضوع دقيق جدا ورد، يعني لازم بيكون الواحد عن جد هيك محترف لتزبط معه. يشتغل. انا كنت بدي خاطر اقول له خليني اجرب اعملها، بس لا، مره جايه مره جايه بتكون اخذت ايدك على الموضوع. هلا هو نجاح القطعه بيعتمد على النباته نفسها انه تكون مظبوطه ونسبها صحيحه. صحيح. لانه هي قوامها بيساعدني اني انا اتحكم فيها، يعني مثلا اذا فيها مي اكثر من اللازم ممكن هي تسيح وما تقعد بمكان بالمكان تبع الرسم نفسه. اوكي. هي قد ايه بتاخذ وقت تقريبا لتنشف؟ هلا هي بالجو الحار ممكن تاخذ ساعتين لثلاثه، اذا الجو ابرد من هيك يعني ما بتتطلب لبعد 24 ساعه. بشكل كامل يعني. طيب ما فيهم المبتدئين يستخدموا سرنج مثلا لتنشف؟ هلا يعني بمناسبه السرنج انا كثير سالت عن هالموضوع انه هو اسلوب سهل، بس هون ما بيعطي جماليه لانه انا عندي نهايات دقيقه، ممكن السرنج ما يعطيني اياها. حلو. معناها انا سؤالي بمحله، لانه فعلا المبتدئ بيدور على اي شغله. هلا نحن اثناء التمرين قليله
أثناء التمرين نحن بنعطيهم رسوم بسيطة بحيث أنه هو يتكيف على الأساسيات يلي هي النقطة أو اللوزة أو هذا العرق المنحني، فلما بيتقنها شوي شوي بيصير جاهز أنه يشتغل لوحة ولو بعد يومين أو ثلاثة من بداية تدريبه. يعني إذا كان حدا بيحب فعلاً أنه يتعلم رح يمشي الحال. أنا فكرتك تقولي لنا وقت طويل لحتى هيك ياخد. لا لا، أنا من خبرتي بتعليم هالموضوع لقيت أنه الناس كتير بتتقبله ولأنه جميل لأنه بيتقدموا فعلا بسرعة فيه. طيب مدام عليا، من خبرتك أيضا بتعليم هذا الموضوع، هل في إقبال أو ناس يعني شباب أو صبايا عم يحبوا أنه يتعلموا هذا الشيء بوقتنا الحالي؟ تمام. هلأ أنا أول ورشة عملتها بدار الأوبرا ب 2015، فكان عندي طيف واسع من الناس اللي تعلموا هذا الفن، يعني من أعمار مختلفة واختصاصات مختلفة كمان. أوكي. يعني كان عندي صبايا وأولاد من عمر 10 سنين لناس بعمر 60 سنة، اختصاصات لغة عربي، اختصاصات رياضيات، يعني مو شرط حتى يكونوا قبل إنه شاغلين شيء بالزخرفة أو بالفنون، بس هو بكفي إنه تكون إيده يعني مضبوطة وهادي، أعصابه هادية، بيقدر يتحكم بالموضوع. وطبعا ما حدا حيجي يتعلم إلا إذا هو فعلا بيحب الفن والرسم سابقا. طب هي بحال توسخت او صار عليها غبره، خلينا نحكي مثلا، كيف ممكن ننظفها؟ هلا هي بعد ما تخلص مرحله الماده النافره نحن بنعملها طبقه ورنيش او لكار، بتصير عازله فممكن تتليف. طبعا تتليف مو من قلبكم بس يا جماعه، يعني ممكن باسفنجه انه انا بحط فيها مي وامسحها. تمام، بسيطه، فما في مشكله ابدا بتنظيفها. حتى انا عندي لوحات يعني صار لها سنين، فأنا كل فترة بعمل لها هاي التنظيفة. كنت عم أقول منشوفهم كتير هالقطع الموجودة قدامكم على المكاتب، خاصة مكتب عنبر مثلاً، كتير حاطين من هالقطع لأنه توحي بالأصالة والعراقة الدمشقية القديمة، ومنشوفهم على كمان مكاتب بعض الطلاب اللي عم يدرسوا أو حتى دكاترة الجامعة. طب أستاذي، هون في سؤال، أنا لما فتي حضرتك وحطيتي هالقطع سألتك هذا تطعيم أو رسم؟ قلتي لي لا رسم بس بيشبه التطعيم لأنه نتيجة دقيقة. شو الفرق بيناتهم؟ هلا التطعيم غالبا بيكون بحفر الزخرفة، يعني أنا بخلي فراغ وبنزل فيه قطعة اللي بدي طعامها سواء صدف أو عظم أو عاج مثلا. هي مواد مختلفة تماما، ما نفس المواد. يعني أنا هي النباتة مو موجودة، أنا بالتطعيم عندي مادة صلبة بقصة حسب الرسم اللي بدي إياه وبحفر لها مكان مناسب بالخشب وبنزلها بعدين. في عالم عم تقبل على شراء هالقصص؟ يعني الناس عم بهالوقت خلينا نحكي، ولا اكيد ان كان اقل من قبل بس يعني لسه في ناس عندهم؟ هلا هو اقل من قبل، بس نحن اللي بتذوق الفن وبيضل بيقدره يعني بصير عنده حاله شغف، فعنده استعداد يقتني من هالقطع. ونحن عم نعمل شغلات بتناسب كل الاعمار، يعني مثلا انا هذا المج ممكن اكتب عليه اسم، طبعا ممكن اعمل عليه عباره متناسب مناسبه معينه، نجاح او عيد ميلاد او حتى تاريخ عيد ميلاده، ونحن نقدر ننفذ تصاميم بس مثل ما بينشرب في هذا المج، مو لا سبب، بينشرب مو لانه صحيا، انا جاي اقول لك بس انه حرام ينشرب فيه، ما بنسخن نشرب فيه. هلا هو يعد نوع من الترف انه انا قاعد عم بشرب بقطعه فنيه بمية الذهب عم بشرب. مدام عاليه، يعني نحن اخذنا فكره عن الرسم واخذنا فكره عن هالقطع المميزه، بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا، لنا لقاءات قادمه ان شاء الله لحتى نحكي يعني ايضا بهي تفاصيل ثانيه متعلقه بالفن العجمي، ويعطيك الف عافيه. شكرا لك. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه. هلا بدنا نرجع لعندك يا ورد، وشو عنا؟ عنا شغلات كثير مهمه، مثل ما كنتي عم تحكي يا آية عن الفن العجمي مع ضيفتنا مدام عاليه، كمان نحن عنا رياضه للجسد غير رياضه للبال وطوله البال والفن والابداع، رياضه صباح مفيده جدا خاصه بعد ما اكد العلماء انه بتساعد على التخلص من التوتر وتنشيط جهاز المناعه، خلونا نشوف دقائق رياضيه. يسعد صباحكم، معكم الكوتش هينار من الأبتاون سبورت أكاديمي. هناخد تمارين خاصة بالكتاف والإيدين الخلفية ترايسبس. رح بلش أنا دغري بأول تمرين، رح تكون تمارين مركبة، يعني حنشتغل على عضلتين مع بعضهم، من هون على جنب رح حرك، برجع لقدام، جنب، ننزل لتحت، إذن جانبي، أمامي، نرجع لتحت. احنا عم نرجع بنضغط على عضلات الكتف الخلفية، نفتح صدرنا أيضا لحتى نشده.
10 ورح ريح. انتو حتعملوا التمرين مثل ما اتفقنا. الاشخاص اللي حابين يبرزوا عضلة اكتر ويزيدوا وزنهم حيعملوا 12 عدة، والاشخاص اللي حابين ينحفوا حيعملوا من 15 ل 20 عدة. رح انزل هلأ لتحت، حاطوي رجلي شوية صغيرة وشد ظهري لفوق، بنزل لتحت، ظهري بضل مستقيم من هون تحت مستوى الصدر. رح نفتح على جنب، نرجع بننزل. هلأ حنفتح على جنب، بروح لقدام، نرجع بننزل. إذا جانبي أمامي، نرجع جانبي لتحت. آخر عدة وحريح. هدول التمارين حيساعدونا لحتى نشكل وندور عضلة الكتف لتبين بطريقة أحلى، خاصة لما نكون عم نلبس فساتين. هلا من هون ايضا رح انزل لتحت، رح اعطيكم من الجنب، رح ننزل لتحت، رخي ركبي شوي صغيره، بنزل ظهري مشدود تحت مستوى الصدر، حشد لورا، نرجع لقدام. الايلبو تكون سوفت، ما بشد كواعي كثير. حنثبت فوق شوي، نرجع بننزل بشكل بطيء حتى نحس باليدين الخلفيه. آخر عدة وحريح. هلا حنطلع ناخذ للكتاف آخر تمرين للكتف. حارفع الوزن بإيدي على جنب، من هون رح أطلع لورا مستوى الرأس، وبرجع بنزل على جنب ضغط، نرجع خلف مستوى الرأس، ننزل ضغط. أثناء النزول حناخذ زاوية 90، نرجع بنطلع لفوق وحريح، بدل على الطرف الثاني نفس ما اتفقنا، خلف مستوى الرأس. وحريح. هلا من فوق انا دغري رح روح على التمرين يلي بعده. من فوق رح انزل لتحت الى الكتف الثاني، يعني انا بايدي اليسار عم روح على كتفي اليمين، برجع بشد لفوق لحتى نحس بعضلات الايدين الخلفيه. بنحاول ما نحرك كوعنا قد ما فينا، بيكون ثابت، وايضا جسمنا ايضا بيكون ثابت، ما بنحركه او ناخده على الطرف. نحن نرجع نبدل على الايد الثانيه، من فوق حنزل على الطرف الثاني، نرجع بنشد، ننزل الى اخر مستوى فينا عليه، نطلع لفوق، بنشد العضله وبنكرر. اكيد ما بننسى بنحمي قبل ما نبدا تمرين، 5 دقائق جري حتكون كافيه. اخر عده وحريح. هيك بنكون خلصنا تمارينا اليوم. يعطيكم العافية وبشوفكم بالحلقات الجاية. يسعد صباحكم عن جديد. صار وقت نرجع لعند الشيف حسن ويخبرنا لوين وصلنا بمكمور الكوسة يا شيف. تمام، هلا نحن مثل ما قلنا حشينا، حفرنا الكوسة وقليناها وحشيناها، صبنا الحشوة وحشيناها جاهزة هلا كلياتها. تمام، هلا أنا بلشت بالصلصة أول شيء، بلشت قليت البصل الجناحات، حطيت لهم شويه سمنه. تمام، هلا بدنا نحط البندوره، هي اختياريه مثل ما قلنا، في ناس بتسميك الصلصه بتسميكها بكورن فلاور او شويه طحين. انا افضل تسميك الصلصه بشكل طبيعي اكثر شوي، لانه هي بشويه بندوره. تمام، بنضيف رب البندوره، نحن بنكتر شوي رب البندورة عشان تعطي كثافة أكثر كمان للصلصة. بنقلي شوية رب البندورة مع النار، مع البندورة والبصل،
تمام. هلا بدنا بس لينخلطوا منيح. بنحط البهارات، بنحط بهار 7 بهارات، نحط شوية فلفل أسود كمان للصلصة. الصلصة حتطلع شوي غامقة ما لا مثل الصلصات الثانية، بس تطلع حلوة هلا بالأخير بتشوفوها وقت التقديم. شوية ملح. تمام، هلا عم تتقلى الصلصة. تمام، رب البندورة وقت بيتقلى بيعطي نكهة، بيظهر النكهة أكثر تبعه. هلا نضيف لها المي. هلا البقى اللي بعد من الخطوة إنه بدنا نضيف الكوسة، بس لنخلط تكون صلصة البندورة مختلطة تماما مع المي. نحن طبعا خلال الطبخ إذا لقيناها معتازة صلصة أكثر بنضيف لها شوية مي زيادة، طبعا بس بننتبه للملح مشان تكون التمليحة الطبخة مزبوط. هلا بنضيف الكوسة بالشكل هاد، ننزلها بالشكل المسطح. طبعا نحن وقت حشينا الكوسة ما بنحشيها للأخير، بنضل شوية فيها شوية فراغ لأنه بدنا نعمل حساب إنه الرز راح ينفش. هلا طبختنا تقريبا هيك بهالشكل هاد تقريبا جاهزة. هلا بس بنغطيها وبنستناها حوالي بين 20 لـ 30 دقيقة. تمام، بدها شوية صلصة أكثر مي. هلا هيك تقريبا الطبخة تقريبا، هلا بدنا نستناها لتستوي، بدنا نغطي عليها ونستناها لتستوي تقريبا مثل ما قلنا بحدود ال 25 دقيقة لل 30 دقيقة. طبعا ست البيت لحالها بتقدر تعرف انت الكوساية تماما صارت انتفش الرز فيها واستويت. هلا بنرجع لعند آية ورد نشوف شو بباقي الفقرات حتى نشوف معنا. اهم شيء طمنتنا انه 20 ل 25 دقيقة بتستوي. تمام، يعني حناكل اليوم. ايه طبعا اكيد كوسة. طبعا كل يوم كل يوم بدنا ناكل في اكلات كوسة، اكيد اكلات طيبة كمان في اكلات كوسة وباذنجان. بدها وقت لتستوي مثلا. تمام، بس نحن اليوم حناكل منها. شكرا كثير. لا اكيد يعطيك الف عافيه. اوكي، بدنا نحكي ايضا، ننتقل لموضوع اخر. بدنا نحكي اليوم عن شخصيه، بدنا نحكي عن عماد يلي هو رجل سوري فقد حاسه البصر لكن تمتع ببصيره خلته يتفوق بموهبته يلي بيمتلكها بتقليد الشخصيات المشهوره. رح نعرفكم اكثر على عماد بتقرير لمحمد مقيد. بعين لا ترى إلا التفاؤل، وبقلب لم يتعلم يوما إلا حب الحياة التي لم يبصر منها إلا ما أرادت بصيرته أن تريه من قوة وإرادة. هناك حيث يعمل عماد الأربعيني الذي امتهن أعمالا عدة لكسب المال في محاولة لتأمين حياة كريمة لعائلته التي اعتادت أن تشاركه لحظات السعادة، لما عرف عن براعته في تقليد أصوات الشخصيات المشهورة والتي تتطلب جهداً كبيراً للتمكن من تجسيدها. هذا يا سيدي، وأنا كنت ماشي بهالطريق. وين كنت ماشي؟ كنت ماشي بهالطريق رايح أنا باتجاه باب السريجة، لحقني واحد كل شوي ينحرني هيك ويضل ماشي. ولك التفت عليه قلت له لك يخرب بيتك وبيت بيتك، ولك تبيتني فردة بقى، ولك شو بدك مني؟ ما بيصير هالحكي منوم. لما كنت صغير أنا بالنسبة إلي حاولت أن يكون نشيط، أنا في عندي ضعف نظر، بس حاولت أكون نشيط، ما أخلي حالي أنه مثلاً أنا اعتاز أي إنسان. صرت في الصبح بكير روح مثلاً على اشتغل فترة بالبناء مثلاً. أنا بدري أبو كلبشة، بزمانتي موسوليني مدوخه، ضليت علي انت يا غوار يا ابن الطوشه. الله وكيلك يا سيدي، ما عملت شيء، هو هذا حسني البورزان حاططني براسه، ما عم يتركني بحالي. الله وكيلك يا سيدي، يا سيدي ما عم يتركني بحالي. لا تصدقه،
لا تصدقوا يا أبو يا بدري بيك، هذا غوار الطوشة هو سبب المشاكل كلها. تعلم عماد من خلال عمله مع الزبائن تقليد اللهجات السورية التي يستخدمها للحوار معهم، ليضيف إلى شخصيته المحبوبة والمألوفة الكثير من الحب والود أيضا. من خلال تعاملي مع الزبائن وفي موهبة من الأساس، فتعلمت اللهجات السورية يمكن 99%. يعني مثلا إذا أجاني زبون مثلا من درعا من لهجته دغري، بس يحكي كلمتين بعرفه أنا، بيقول لي مثلا أعطيني برغل مثلا، بقول له تكرم عينك أهلا وسهلا شو مالك يا زلمة، مو أني هاي الشغلة شغلتي. أو أجاني مثلا يعني زبون حلبي، إيش بدي أقول له خيو إيش في عندك، إيش بدك تبيعني هالله. إذا أجاني حدا من السويداء يعطيك العافية خيب قديش هالسلعة هذه مثلا، قل له قديش مثل السوق. عماد رجل سوري تحلى بنظرة تفاؤل رغما عن صعوبة الحياة التي أصر على اجتيازها بابتسامته اللطيفة. وما الغريب، فعماد حول صوت الرباب الحزين إلى صوت ينشر الفرح الذي يتناسب مع حضوره. ليش ما نضل متفائلين ونكون آمين إنه رب العالمين رح يفرج علينا، إذا مو اليوم بكرة، وإذا مو بكرة بعد بكرة. وبنفس الوقت يعني مثلا واحد مثلا مثلي عنده ضعف بالبصر يآمن إنه رب العالمين الله رزقه البصيرة. يعني عماد مثال يمكن ورد على كتير أشخاص قدروا يتجاوزوا الصعوبات يلي مروا فيها ويخلقوا حالة مختلفة يتجاوزوا فيها كل شيء يمكن مروا فيه كان صعب بحياته. يعني ما في شيء بيوقف بحياة المبدع، وما في شيء بيكون عائق بحياة الإبداع، والإبداع والمبدعين بالوطن العربي كتار، وأهمهم الفنانين يلي بيقدوا من خلال فنهم رسالة ممكن يوصلوها لكل المتلقين اللي عم يتابعون. هدى صارت جاهزة لتعطينا الوجبة، غير وجبة الشيف حسن، وجبة الأخبار الفنية والدرامية عبر الساحة العربية. صباح الخير يا هدى. صباح الخير ورد. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا رب. كيفكم اليوم؟ تمام. مثل ما قال ورد، يعني كل تنين في عندي هاي الوجبة الخفيفة الفنية اللي بتكون، ورح بلشها بخبر يعني ما أنه كتير بعيد عن المواهب اللي ذكرتوها، وعن ممكن قديش يكون الشخص مو بس عنده ملكة الصوت الجميل، كمان في أشخاص في عندها قدرة أنها تقلد فنانين، وهي أكيد فنانة ولكن بطريقة شوي مختلفة وبصراحة جميلة، اللي هو الميك اب. يعني مريهان حسين صار لها فترة، هلا بدي ورجيكم صورة أنا أول ما شفتها فكرتها عن جد إليسا، ما توقعت أبداً أنه هي مريهان. خلينا نشوف الصورة سوا. مريهان عندها قدرة، طبعاً هي مقلدة أنغام كمان، هي صورة أنغام، هي مريهان مو أنغام، وهي بالميك اب مقلدة شكل إليسا. والله جايبتها صح كثير، لأنه عم تعتمد شكلها رسم، عم تعتمد على أنه ترسم ملامح معينة، وممكن المكياج يبينها أو تكون سهلة. ولكن يلي بين أنه مرهان عندها موهبة الرسم كمان، هذا رسم ما فينا أبداً نفصله، ما هو الميك اب رسم عن تماماً، ما فينا أبداً نفصله عن فن وموهبة. ومو بس هيك، يعني حتى هي عم بتنزل مراحل كيف صارت أنغام ومراحل كيف صارت إليسا، وأنا جبت لكم هلأ معي مراحل كيف صارت أنغام. يلا تعالوا نشوف. تفضل. مزح. كتير شطورة، كتير شطورة، والكومنتات كتير عم بتحب هذا الجانب بمرهان، إنه عن جد برافو وكتير شي حلو. ومو بس هيك، عم بتغني مثلهم، وفي كمان فيديوهات أكتر على صفحتها إنه كيف عم تغني وكيف عم تقلد أنغام أو إليسا، عم تاخد حركاتهم. في فنانين عندهم حركات فينا نلقطها بصراحة، في أي حدا ممكن يعملها، ولكن يلي كتير بيدقق هو اللي بيعرف
يقلد هي اساسا ملكه. هون بنقدر نقول عن ماريهان هي بلوجر او انفلونسر على السوشيال ميديا، لانه عندها كونتنت، عندها محتوى تقدمه. صحيح. مو اي حدا بيطلع لايف او بيطلع بيورجينا شو عم ياكل وشو عم يشرب، فهو صار بلوجر على الانستغرام. ومو بس هيك، هي ماريهان من ايام ستار اكاديمي عندها هذا الشيء اللي حابه تقدمه، جربت تغني، عم بتمثل، وهلا التقليد حلو كيف حلو. عم تحاول انها تقدم كل شيء عندها. يا كمان ما راح اطلع عن التقليد، يعني بصراحه بفتره من فترات خاصه هيك السنوات الماضيه وقت نقول ميس حمدان كلنا بيخطر على بالنا التقليد. صحيح. ما فيك تفصليه، هي حدا عندها موهبة رهيبة، وأغلب اللقاءات كتير قريبة. إذا بتعملوا هلأ أي سيرش على جوجل تكتبوا ميس حمدان تقليد، بيطلع تقليد، وهي كتير عندها هاي الملكة رغم أنه هي بتعمل كل شيء، يعني بترقص وبتغني وبتمثل كل شيء كل شيء. ميس حدا كمان هي وإخواتها، هي كمان حدا بيحب الفن ويبدو عم بتفوت بأكثر من باب. ولكن ميس عملت فيديو عن شخصية مصرية شعبية في عندها، يعني هي حبت هذا الكاركتر تقدمه وتقلده، ولكن عملها مشكلة يا ورد. أوف. عرضها لكثير انتقادات، وحتى قالوا انه هي عم تتنمر على هدول الاشخاص اللي هيك شكلهم، بالإضافة انه في كثير ناس حبت شو قدمت ميس. جبت لكم مقطع كثير قصير لحتى اقول لكم من وراء هذا الفيديو شو صار بميس حمدان. تفضل. يا رب تكونوا كويسين وبخير، والكوفيد خد منكم رقات ويعني وعيتوا وبقيتوا كويسين، وعيتوا تاني وبقيتوا كويسين وتعني وتصحوا كده. ما هو حلاوته في كده، حلاوته انه رايح جاي مش زي اي فيروس تاني. يعني هو حلاوته الفيروس انه ايه، رعايش كده وبيروح وبيجي. عشان الكلام ما ياخدنيش، بس عايز اعرفكم بنفسي. انا اسمي سماح، سماح بنت امي سماح، سماح بنت امي سماح. ماليش اخوات ولاد، والحمد لله اشكر ربنا على هذه النعمه. لانه ليه بقى؟ لانه يعني انا لو كان عندي ولاد كان زماني حياتي هتبقى جحيم اكتر ما هي جحيم. بيقعدوا يسالوني رايحه فين وجايه منين وعملتي ايه وسويتي ايه، وتلبسيش كده والبسي كده، ودي مشكلتي في الحياه اصلا من غير وجود ولاد. يعني سماح بنتي امي سماح عملت بميس حمدان، خلت المحامي ايمن محفوظ انه يستفزه يلي شافه، وراح قدم بلاغ لنقيب المهن التمثيليه بمصر الفنان اشرف زكي، وقال له لازم تتوقف عن التمثيل بمصر. خلينا نشوف البيان من هذا المحامي. ما حبوا، شافوا في تنمر على المحجبين تماما، شافوا في تنمر على الاشخاص يلي ما عندهم تناسق بالاسنان، شافوا في تنمر على الشخصيه المصريه الشعبيه البسيطه، وهي كل شيء عملته عم تتسلى بالبيت ونزلت فيديو. يعني موضوع عفوي ومحاسبتها هي اكيد انه حيصير هذا الشيء كله تماما، ولكن ما فينا اكيد نكون بالجانب المدافع عن ميس. يبدو المحامي ايمن محفوظ جاف انه هذا الشيء غير صحيح، وتقدم بهذا البلاغ اللي هو منع من التمثيل بمصر. في نقطتين، في نقطتين بهالخبر. اول نقطه انه الشخصيه المعروفه ما لازم تكون عفويه 100%، خلينا نقول عبر السوشيال ميديا. مع انه العفويه حلوه عند الفنان طبعاً. يعني يدرسوا كل شغله بدهم يعملوها لانه لها اثر رجعي. وشغله ثانيه، في بعض المحامين اصلا بيعملوا هالقصه ليضووا على حالهم. لولا اليوم هو عامل هالقصه ما كنا ذكرنا. صحيح. مزبوط. فهذا اللي صار مع ميس. شو بتصير تداعيات وبتصير اخبار؟ عندي الموضوع انا بخبركم. عندي الموضوع. خبر الثالث يلي هو عم يحكي عن الفنان راغب علامه. طبعا راغب علامه من الفنانين يلي كثير هلا كثير هيك اكتف على السوشيال ميديا، عم بيكون موجود. بدي ورجيكم، يعني انا حبيت هو الفيديو اللي هو كثير قصير. شو حلو انه هن بيلعبوا رياضه سوا، الفنان وائل كفوري اكيد يلي كثير ناس بتتمنى تلحقوا بس انه تشوف وين هو. هو عم يلعب ماتش تنس مع الفنان راغب علامه، ويبدو انه وائل فايز بهي المباراه، وفي كثير كومنتات عم بتهنئ وائل كفوري، وفي ناس عم تهنئ راغب علامه من الفايز. طبعا هذا اكيد ابنه لراغب علامه. كثير حلوه هي العلاقه اللي بتجمع الفنان راغب علامه وائل كفوري. لعبه التنس هن اكثر فنانين لبنانيه يلي بيروجوا لها، دائما بيلعبوا فيها، دائما بيكونوا مبسوطين بهالساعات اللي بيقضوها سوا. هن فعلا بيقضوا اغلب وقتهم بملاعب التنس. بالاضافه اكيد انه راغب علامه كثير عم يدعم هلا نحن كيف نقوي علاقتنا بالدراجات.